كان أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي يحرص على أموال الدولة، فاشترط شرطا على رابطة الأدباء أنه لا يعطي مالا للشعر إلا لقول الشاعر، أما إذا كان من منقوله محفوظ من قبل لا يعطي عليه شيء. والخليفة يحفظ القصيدة من أول مرة، وعنده غلام يحفظ القصيدة من مرتين، وعنده جارية تحفظ القصيدة من ثلاث كمبيوتر. فيأتي الشاعر المسكين وقد نظم قصيدة طويلة طول الليل. السلام عليك يا أمير المؤمنين. وعليكم السلام، أنا شاعر فحل، ما فحولتك؟ نظمت قصيدة طويلة، إن كانت من قولك أجزناك عليها. نعم من قولي. قل. فيقول قصيدته، فيقول الخليفة إنني أحفظها منذ زمن بعيد، ويقولها له، فيتعجب الشاعر، توارد الأفكار في بيت أو بيتين، أما قصيدة كلها كيف حدث هذا؟ طبعا يكلم نفسه، يقول لا وهناك غيري، أحضره فلان. فيحضرون الغلام من خلف الستارة من باب السري، ثم يدخل، تعرف قصيدة فلان؟ يقول نعم. فيقولها، فيقول الشاعر ها؟ فيشك أنه شاعر، يقول لا وهناك، أحضر فلانة. فتأتي فلانة، تحفظين؟ نعم. فإذا قالتها قال الشاعر لا أنا لست بشاعر، ويذهب. وهناك في مكانهم يجتمعون وفي أعماق الحزن يتشاكون ويتلاومون، فجاءهم الأصمعي، ما لكم يا قوم؟ أما ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ نكتب القصيدة طول الليل من بنيات أفكارنا، ثم نكتشف أن ثلاثة يحفظونها قبلنا. قال أو حدث هذا؟ قالوا نعم. قال أين؟ قالوا عند أمير المؤمنين. قال إن في الأمر مكر وحيلة، دعوا الأمر لي. فقام ونظم قصيدة ملونة الموضوعات، التقط فيها بعض الكلمات، ثم تنكر حتى لا يعرف، لبس لبس الأعراب، عقص رأسه جدائل وأوقفها كالقرون، ثم ربطها بعصابة ولبس جلد شات وجر ناقته خلفه ودخل المجلس حافية. السلام عليك يا أمير المؤمنين. وعليكم السلام، أنا شاعر من أعراب الموصل. قال تعرف الشروط؟ قال نعم، إن كانت من قولي أعطيتني وزن الذي كتبته عليها ذهبا، وإن كانت من منقولي لا تجيزني عليها شيئا. قال صدق. قل. واسترخى الخليفة. قال صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والزهر مع زهر لحظ المقلي. سهلة أنا كانها إيه؟ إلى الآن سهلة إيه؟ طاق 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 يا رير يا جرس. وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي، فكم فكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجلي، فقال لا 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 وقد غدا مهرول. أراد الخليفة أن يحسب اللاءات، فإذا هي أكثر من ثلاث. وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي، فكم فكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجلي، فقال لا 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 فقد غدا مهرولي، والخوذ مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي. فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي، قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل، وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بأنفي أزكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، والعود دندندن لي، والطبل طب 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 لي، طب 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 لي، والسقف سق 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 لي، والرقص قد طاب إلي. فالخليفة تم بجمع بذاكرته ما استطاع، والسقف سق 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 لي، شوى شوى وشاهش على ورق صفرجلي، وغرد القمر يصيح ملل في مللي،
ولو تراني راكبا على حمار اهزلي يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي والناس ترجم جملي في السوق بالقلقللي والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي. هذه كعكع كعكع لو بيكتبها ما كتبت. يعني تحتاج واحد يهجيك حرف حرف تطلع غلط الا عشان تعملها توقيع. والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي لكن مشيت هاربا من خشية العقنقلي الى لقاء ملك معظم مبجلي يأمرني بخلعة حمراء كالدمدملي اجر فيها ماشيا مبغددا للذيلي انا الاديب الالماني من حي ارض الموصلي نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الادبلي اقول في مطلعها صوت صفير البلبلي. عصر الخليفة ذاكرته ما طلع الا طنطنة لي وخطر. قال يا غلام احضر الغلام وعد الغلام. الجارية يا جارية قالت لا والله ما سمعت فيها قط يا امير المؤمنين. عند ذلك قال يا عربي احضر ما كتبته عليها نزنه ونعطيك وزنه ذهبا. قال ورثت عمود رخام من ابي نقشت عليه القصيدة نقشا وهو على ظهر الناقة لا يحمله الا اربعة من الجنود. فانهار الخليفة وجيء بالعمود والناس تنظر ووضع في الميزان واخذ كل ما في الخزنة.